بكم. شكرا. شكرا جزيلا للفنانة الكبيرة المعلومة مداح على هذا الدور الموسيقي الرائع في الحقيقة. إذن حضورنا الكريم، نذكركم فقط بأن هذه السهرة ما زالت تخبئ مفاجآت في منتهى الروعة، وطبعا من بين هذه المفاجآت مشاركة واسعة لفرق من محيطنا الإقليمي، أبد إلى أن تكون إضافة نوعية في هذه النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، كما تخبئ السهرة أيضا بالإضافة إلى هؤلاء الإخوة الذين يشاركوننا ويجسدون أواصر القرابة والرحم بحضورهم هنا وتجشمهم على السفر إلى مدينة واتا التاريخية. بالإضافة إلى كل هذا وذلك، تتضمن السهرة فقرات متنوعة أخرى ستنال إعجابكم بمشيئة الله لا شك. وطبعا على طليعة هذه الفقرات، الفنانة الكبيرة مطربة القصائد العربية التي غنت لمشاهير الشعراء العرب والتي تجشمت هي الأخرى على السفر من بيروت إلى ودان، الفنانة الكبيرة هيام يونس، ضيفة شرف مهرجان المدن القديمة في نسخته السادسة هنا بمدينة ودان، أول زيارة لهذه الفنانة الرمز إلى مدينة ودان التاريخية. طبعا تستحق منا كل الاحتفاء والتقدير والإجلال والإكبار. إذن باسمكم جميعا نرحب بالفنانة هيام يونس، ضيفة النسخة السادسة من مهرجان المدن التاريخية. فخامة الرئيس، سألوني في لبنان لماذا تحبين موريتانيا وأنت لم ترها بعد؟ قلت لهم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وأيضا قالوا، سألوني هنا، رأيت موريتانيا فماذا تقولين؟ قلت لهم الشوق شوقي والغرام غرامي والوجد وجدي والهيام هيامي. فخامة الرئيس، يشرفني، أحب بلادي، أحب بلادي أن أغنيها أيضا بوجود الشعب الموريتاني الأبي، ولأنكم سيدي أيضا رئيس القمة العربية، واسمحوا لي أن أقول والله قد لقبت غالبا بمطربة، أو أنا المطربة العربية التي غنت كل الألوان العربية، يعني الجامعة الغنائية العربية. لذلك أنا أصبحت الآن سيد الرئيس من رعاياكم.
أحب بلادي. منازل في الأيام شمس منهلة ولا تبتغي
أحبك يا أرض الرجال سحابة، وروحي فدا عينيك يا موطن من راح. ألست الإباء والجودة والأهل والحبا، وبهجة ذاك الضيف لا قول بشرى. وبوح البوادي في خواطري استشرى. هنا الحلم والامال سلوانها، هنا هنا بدا التاريخ رحلته الكبرى. وأعشق فيها الرمل والصخر والبحر. لا لا تباع ولا تشرى، لا لا تباع ولا تشرى. Thank you.
شكرا جزيلا للمطربة العربية الكبيرة ويام يونس، ولا غرابة في ذلك، كما قالت الفنانة نفسها: فموريتانيا قبلة للعرب على اعتبار أنها سيدة العرب في هذه الفترة بترأسنا لجامعة الدول العربية. الفقرة الموالية سادتي سيداتي مديحية مع الفنانة الكبيرة منى متنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلمين على سيد الرئيس. السلام عليك يا سيد الرئيس، والسلام على الحضور، وشاكرينك حتى على حسن الضيافة اللي وعدت بها على الناس كامله، خاصة لي السيدة ورك لي السيدة النجمة. لا قروا قبل لا رفعت روسنا كيف قعدت السيد الرئيس في مالي. لا نختصر قبل رفعت روسنا السيد الرئيس في مالي، ديك الساعة كان مطلوب على الوعد التوقيع السنو هذا، لا كنت نختار نقوله قدامك. ولين وقعت كان ما بين الرئيس يوقع السلب، وكان ما بين استقال كاع وزير الدفاع، عقبت انت السيد الرئيس نزلت في هذا الميدان ووقعته. وهذه بطاله وشجاعه ولا قروع، لا عدلت هذاك ولا عدل جدك سابقك. وبارك الله يمدحوا على العدل، هذه المدحه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ردا على ياكل بطن سابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حشا امس يا صلي عليه وسلم يا رب، صلي وسلم، صلي عليه وسلم يا رب، صلي.
حبيب الرحمن من باركت قلبي تلومني من باركت قلبي تلومني التي تتغنى بأمجاد موريتانيا وتأخذ أيضا ألقها لأنها مؤدات بالصوت الذهبي بالحجرة الذهبية للفنانة هيام يونس.
سيدي الرئيس، سادتي الحضور، ما زلنا نواصل هذه السهرة التي تأتيكم مباشرة على قناتي الموريتانية الأولى والثانية، وكذا على أثير إذاعة موريتانيا، ننقلها لكم مباشرة من هنا من مدينة وادان، وتتضمن فقرات متعددة مشوقة أخرى ستأتيكم بإذن الله قريبا. الآن أدعو الشاعر أحمد بلبل أمساك للمشاركة بقصيدته في هذه الأمسية الشاعرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. تحية طيبة أيتها الوجوه المكملة في هذا الليل المقمر بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. القصيدة عبق المجد، وعبق المجد يتنشر هذه الليلة في هذا الفناء وفي هذا الفضاء الذي يظلنا جميعا. عبق المجد في أنوف الهضاب، عبق المجد في أنوف الهضاب، هاج لي بعض ذكريات العذاب. يوم كان الحداء بالشعر دأبي، راجزا خلف أينقي وركابي، مدلجا في سهوب تيرس أو في جزع شنقيط بين غر السحاب، وسميري قصائد لزهير أشرفت من معين حسن عجاب. أوقد النار في الظلام عساها ترشد الضيف، أوقد النار في الظلام عساها ترشد الضيف بين تلك الشعاب. وأحيي لدى المبيدع دورا، وأحيي لدى المبيدع دورا، كنا بالأمس ملعبا للشباب. وأحيي لدى المبيدع دورا، كنا بالأمس ملعبا للشباب. بايعتني حواتم الأرض طهرا، بايعتني حواتم الأرض طهرا، ودعتني بأطيب الألقاب. بايعتني حواتم الأرض طرا، ودعتني بأطيب الألقاب، واعتلت صهوة الزمان ركابي، فإذا المجد كله في ثيابي. واعتلت صهوة الزمان ركابي، فإذا المجد كله في ثيابي. كم تصوفت في هواك بلادي، كم تصوفت في هواك بلادي، وتطهرت من رتوش العتاب. كم تطهرت في هواك بلادي، وتطهرت من رتوش العتاب. وعشقت الجمال فيك صبيا، وعشقت الجمال فيك صبيا، وتحسسته بكل الرحاب. فيك خط الأباة سفرا نجيدا، بدماهم علامة الأحقاب. أطعم المعتدين نارا تلظى، فتولوا قهرا على الأعقاب. وطني أنت منبت الشعر، مرسى سهم العشق آسر الألباب. وطني، وطني أنت منبت الشعر، مرسى سهم العاشقين. وطني أنت منبت الشعر، مرسى سهم العشق آسر الألباب. جادك الغير يا مهاد المعالي، أرض مليون شاعر وكتابي. يا هواي الذي تلبس قلبي، أنت في الدهر مثل عصر الشباب. أعشق النخل فيك طلعا نضيدا، وحديها الرعاة والأعراب، وهديل الحمام غب الأماسي، وترانيم قلتك المنساب. جادك الغير يا مهاد المعالي، أرض مليون شاعر وكتاب. سلام. شكرا للشاعر أحمد بلبل أمساك. سيدي الرئيس، سادتي الحضور، نظرا لأهمية هذا المهرجان
نظرا للنجاحات المتكررة التي يحققها هذا المهرجان نسخة بعد نسخة، واستفادة من التجارب الماضية، وتأكيدا للسياسة الناجحة التي كرستها الجهة القائمة على تنظيم هذا المهرجان وهي وزارة الثقافة والصناعة التقليدية. ها نحن اليوم نحصد ثمار هذه السياسة، وذلك باستقطاب أشقائنا في محيطنا الإقليمي للمشاركة معنا في هذا الجو الاحتفالي البهيج في هذه الأيام السعيدة هنا في مدينة وادان التاريخية. أول هذه الفرق هي فرقة الليميم التي لن ندعكم تنتظرون مشاركتها طويلا، بل سنفسح لكم المجال لمتابعتها مباشرة هنا. طبعا نذكركم فقط بأن فرقة تقليمين ستكون مشاركتها هذه الليلة بالإضافة إلى فرق أخرى نتشرف باستضافتها معنا هنا في مدينة وادان، وهي فرقة تيدنوف وفرقة تيدال وفرقة تنبكتو وفرقة تيرس. طبعا هذه الفرق ضيوف كرام توافدوا إلينا هنا لإحياء مهرجاننا، فلهم منا كل التحية وكل الترحيب، ولا شك أنهم سيقدمون ما سيفيد ويمتع أيضا في مشاركتهم الأولى في هذا المهرجان التي تعد بالفعل إضافة نوعية على النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة. الآن قبل أن نحيل الميكروفون إلى فرقة الليميم، أرحب باسمكم جميعا بالشاعر دوه البنيوق لإلقاء مداخلته في هذه الأمسية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس، نعلي كلمة الإسلام في هذه البلاد، نسمع صوت القرآن عبر إذاعة القرآن، طارد اليهود من بلاد المنارة والرباط، محارب الفساد، معيد قيم موريتانيا على رأس القمة الإفريقية والقمة العربية، رافع رؤوس جميع الموريتانيين، جماهير مدينة وادان الجميلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الرئيس، في ذكرى المولد النبوي الشريف وأنا هنا في مدينة وادان أستمع إلى صوت الأجداد يدعوننا جميعا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاقبة كل من يسيء إليه. خطبة بكم عني، مرحب بكم تمام فرحي بكم عني يا زاولة دوري الوفاق. تحية إعجاب ومعاه تحية إعجاب ومعاه تفخيم للشعب القائد العروبة. تحية إعجاب
ومعاه تفخيم للشعب القايد العروبة قايد افريقيا بشان قديم بحروف من الهب مكتوبة باني شنقيط بكل تصميم قلعة مجادنا المهيوبة وباني وادان واد علم حكيم واد من التمريك وعجوبة وباني تيشيت بناي تنظيم طوبة بالمجد حفور طوبة وباني ولاته حياة رمين عظمة زخري بهاد من الخوبة بالفكر الثابت الناب تسطرين الصحيح لصح من الغبوبة فكرة زعيم بالشعب رحيم ما جات من الخارج مجنوبة شعب بالأمان شعب عقيم بطاقته ونيده مسلوبة حاضر ما يعود ملموس بقليم وبلا مستقبل كل جوبة داخل في جلد سبع لي هريم ما جاء داخل في جلد نيروبة داخل في جلد سبع لي هريم ما جاء داخل في جلد نيروبة دم الشهداء نغليظ العديم لمثال ما قدر تكون نوبة فيها وقدر تقدير عظيم من تقدير في صورة التوبة ما كان قالوا يكون زعيم حامل الصفات المطلوبة ما كان قالوا يكون زعيم حامل الصفات المطلوبة الشعب سابق وكان في الجحيم متداوس داخل في غيبوبة بالصعوبة يتنفس يزين يطيح يكون في الصعوبة وتباشر به الشعب نسيم وميج وصحاب خير مصبوبة مرس عمدان جاد الشعب بالخيم الماهي من المخلة مجيوبة لا العمران ولا التعليم ولا الجيش عليه العقوبة ولا باتيك لضعيف تكريم ولا عام بلدة منكوبة وعمرة الأرواح وحماة حليم بلادنا ماتت مرهوبة وحماة جيراننا طلعت شحيم الإرهاب وفي حرب الإرهاب طوبة قاطع اليهود سادة سابق التراشيم وحرب الفساد حرب مكسوبة رد 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 ما كان قالوا يكون زعيم حامل الصفات المطلوبة الشعب سابق وكان في التزاحيم داوس داخل في غيبوبة بالصعوبة يتنفس يزين يطيح يقوم في الصعوبة قام قيام الشجعان وظليم ما يعود فكرون في الراقوبة وتباشر به الشعب نسيم ومن جو صحاب الحق مصبوبة مرجع مزاج الشعب بالخيم الماي من دخل مجيوبة خيرات الشعب للشعب نعيم خيراتنا ماتت منهوبة خيرات الشعب للشعب نعيم خيراتنا ماتت منهوبة إلا العمران ولا التعليم ولا الجيش عليه العقوبة ولا باتيق للضعيف تكريم ولا عوبة منكوبة عمرة الأرواح وحماة حريم بلادنا ماتت منهوبة وحماة جيراننا طلعت جحيم برهاب وفي حرب الإرهاب طوبة قاطع اليهود سابق التراشيم حرب الفساد حرب مكسوبة واقف بعجاج الغرب نقشين في ايام العرب فر مغلوبة وجاب في امريك تقدير قويم وفرنس والصين ووهان كوبا ما هو قابل معاهم التمحليم ما بي مع اعدائنا يتنوبة حازم وبراعة حازين لقلوبة صارهم فر نوبة احكم احكيم احكم احكم تزيد الله الحكيم وبنود الحجار خال عطوبة وكلام مجنون ما يقر الحكيم والناس رسلتها مسلوبة لا تخص رساسنا بتخام خيم العقوبة لا على بقوبة قول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فضري مكسورة باسم رسول صلى الله عليه وسلم وخير لي الطماه لساني من تطماه هيدي وخير لي الطماه يحب من تطامع شجاعة الشعب الموريتاني اللي قاد افريقيا وقاد العروبة وقاد جميع العالم بأفكارها هي اللي ما تات مدخل عليها ولا تحيوانها قد يزن عليها طار ولا تات حرمتها قد تمتس ولا تات كرامتها مواطن منها لا بقوان تنامة ولا بلاي دخرة يمتس ما جات وطارة موريتانية عليها شعار جمهورية الإسلامية الموريتانية وجابت المطار نواط شوط الدولي اللي في مفخرة يعتز بها القاسي والداني ورخصت بوصفك تتلندى تحشم وتحس بالإساءة والدور تملى من دناءة ورخصت الدناءة ورخصت بوصفك يا المخزي اللي قمت في عمرك مرزي وفي جسمك مرزي ما درزي الكلام المثلك
مستاء تخليتي منه مع الزلال فاوس والرئلاء ومعانا زينة متكنزي نزل روح لها صماء عمياء بك ما تغزي غزي مدار البراءة ورخصت بوصفك تتلنت تحشم وتحس بلساء ودور تملا من دناءة ورخصت الدناءة ورخصت وتسمح لي ورخصت ورخصت وتسمح لي ورخصت ورخصت معناها دنكست ورخصت اشبه منك نقصت معناها خط عشواء موقف لساء ما بخصت كون انت بيك القماء والبلاء فمنين حست وش الصدوة والقماء والبلاء ما قاع نحست كون انت بيك الدناءة ورخصت بوصفك تتلند تحشم وتحس بلساء والدور تملا من دناءة ورخصت الدناءة بيك لا عزت شي مخشي قمت عليك لا عزت شي مالك متلايم متفرشي قايل عن فيك الكفاءة لتحقق مشروع مرشي فقلات الغرب بشراءة لفينا ما قدي مرشي يا من عدمت الحياء بعثت عصور الفحشي والكفر مصيرك ساء وسئت سبيلا ومشي شارق دار مظلم لا ماء ولا ضياء متعشي بالمرزبة لك جزاء ورخصت بوصفك تتلند تحشم وتحس بالإساءة ودور تملا من دناءة ورخصت البناء سيد الرئيس باسمي الشخصي كنائب لرئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وجل فيكم زيارتكم الأخيرة لضريح أبو بكر بن عامر وأجل فيكم صيانة دماء المقاومة التي لا تستحق خطا أحمرا فقط واحدا بل تستحق مجموعة من الخطوط الحمراء لأنها جعلت حول بلادنا جميعا خطوطا حمراء إنها دماء زكية أريقت من أجل أن نتنفس السعداء فدامت لنا السعداء ودامت لنا موريتانيا الجديدة المتصالحة مع معلاتها تحت قيادتكم النيرة ودامت مهرجانات المدن القديمة والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وشكرا جزيلا للشاعر الشاب الدوه البنيوك على هذه المشاركة الرائعة. إذن سيدي رئيس الجمهورية أستاذ الحضور كما وعدناكم نبدأ في الفرق التي توافدت إلينا من محيطنا الإقليمي مع فرقة إقليميم كما نجدد الترحيب بفرقة تندوف وفرقة كيدال وكذا فرقة تمبكتو وفرقة تيرس. إذن هو عرس جماهيري إقليمي تنادت له كل الفرق أو أغلب الفرق الموجودة في محيطنا الإقليمي إثباتا وتأكيدا لمصداقيته وأهميته على المستوى الإقليمي وليس المحلي فقط. إذن الآن نرحب بفرقة إقليمي. ومرحبين بسعادة الرئيس ومرحبين بكم ومرحبين ومرحبين ويشرفنا ذي المجيل هون شرفنا مجينا الموريتان كاملة وخاصة أهل ودان. يا ضفر يا
منين نعود يوم المحشر فيه اللود اللي ذاك يجيب زنود ويقراهم بالهدرامة الحرف اللي كان يقود تم الزبير الباوة ساعدي بالنبي حتى عادوا الايام يضوا نورك والليل زيان انت يا سيد العدوان ويا سيدي اليوم وجيت انت هم ما يبقى من الاسلام اربع مثقى ساعدني بالنبي حتى
لا اله الا الله، مرحبا بكم، مرحبا بسعادة الرئيس، مرحبا مرحبا مرحبا، ومرحبا برفاقه كامل السلطة. إذا شكرا جزيلا لنجوم فرقة قليميم على هذا الدور الفلكلوري الرائع. الآن سيداتي سادتي، بعد تجديد التحية والترحيب بكم جميعا طبعا، أدعو فرقة ودان لأخذ مكانها هنا على الخشبة، وذلك لتقديم دورها. ونودع في ذات الوقت فرقة قليميم بعد أدائها المتميز في هذه الأمسية، كما نجدد الترحيب بالفرق الأخرى التي حلت ضيوفا أعزاء على هذه الأرض، فرقة تندوف وكدال وتمبكتو وتيرز. الآن في انتظار أن يأخذ الودانيون مواقعهم هنا على خشبة هذه الحفلة، أدعو النجم الكوميدي بنا والشنو بنا، بنا أنت راعي عبدك، أنت شاي تقول له الودان في هاي الليلة دنف يا أمي عالم مولانا يا الودان الليلة ما باقي شي ما هم أقول لهم كافيهم بعد قاع شرف عظيم لهم أعلن قاعد بعد بينهم الليلة رئيس الإنجازات رئيس الفقراء رئيس المساكين محمد عبد العزيز اللي قاعد قدامكم بالله الذي لا إله إلا هو اللي بعد قاع يا لك بكم وعيد سعيد ولا تستوون جونا واضح؟ عندي عنه قضية واضحة؟ افتح لها قلتي لها نفس الجيتار وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الودان. أنا جاي لكم على الموري تاني اليوم صبحة إنجازاتها بعد قاع خيالية، وأنا مفكرني هاي الناس اللي طالب بالحوار وتقول الحوار هي بلا وذنين بلا فام بلا سنين. يا موريتانيا اليوم صبحة ورشات، وموريتانيا اليوم انقذها رئيس الجمهورية كانت لا يتباع كان لا يعود ان قال الشان شيني ني 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 بعد قاع انقذها هو بعد قاع رئيس الجمهورية. اترب بدال السيد الرئيس صانع الإنجازات رئيس الفقراء والمساكين يلا لحد مقلاها الرئيس ها المل ها والملا واوا والدرمها شفيتي يا البيك كتيدي شفتي كتيدي كتيدي شفيتي يا البيك كتيدي كتيدي ايوه سكت ايوه
ونفهموا بصحتكم يا الوداع والنصر والتيسير. اذا نجدد الترحيب بكم ونجدد لكم التحيه. حضورنا الكريم سيدي رئيس الجمهوريه، الساده السيدات، وكذا تحية لمتابعينا على قناتي الموريتانية الأولى والثانية اللتين يصل الجميع بثهم في هذه اللحظات، ينقلون هذا الحفل مباشرة على الهواء وكذا على أمواج إذاعة موريتانيا. الآن كما وعدتكم قبل قليل نترككم مع فرقة وادان المحلية هنا، وطبعا قبل أن تبدأ هذه الفرقة أدعو باسمكم جميعا السيد الشيخ الحنين سالم من فرقة وادان ليدلي بهذه المشاركة كمقدمة لأداء الفرقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وادان اليوم افرح وعليه المهرجان اللي يوحانا جانا واللي جاه يجازيها الدام المعطى مولانا. وكان اليوم افرح وعليه المهرجان اللي يوحانا جانا واللي جاه يجازيها الدام المعطى مولانا. وجيتونا من تل، جيتونا من تل وقبله ومن شرق ومن ساحل، جانا خلق اخلاقات ومن سبله ويا من صاب وتم معانا. جيتونا من تل وقبله ومن شرق ومن ساحل، جانا خلق اخلاقات ومن سبله ويا من صاب وتم معانا. ولا منكم حد اليوم اقله، ما منكم حد اليوم اقله، والناس ام اللي فرحانه ويا مرحبة وسهله ووهله ويا تنبهله باللي جانا. ما منكم حد اليوم اقله، والناس مولي فرحانه ويا مرحبا وسهلا وهلا ويا تنبهلا باللي جانا. وللرئيس العدل بيجيه مهرجان الله يجازيه، في المدن القديمه فيه الخير وعاطي مكانه للتراث، ولا جد عليه جانا وشملنا ورعانا، وحد اليوم بشعبه يرعيه لكن باش عليه اتقانا. وودان اليوم مفرح وعيه للمهرجان اليوحانا في مدحه صلى الله عليه وسلم. بيك الجود، بيك الجود إلى تيت العد، يلي بيك الجود في الوجود موجود، وكم مقلم من حد يحصي لكن فيك من الجود. وكيف جيت، وكيف جيت اطفى بيك الشر والعامل حكته كان اصفر واخضر، من مجيك استبشر بيك الجود الكامل موجود، وطلع نورك والنور ظهر وبلاقنا في الجود المقصود. وكيف جيت من فتحة خيبر، كيف تبدر وحنين وحود بيك الجود، وتقدر وجيت مبشر بالجنة قبل الناس تعود في المحشر، وفي يوم المحشر تشفع يا محمد محمود بيك الجود، وتقدر تحضر، وتقدر تحضر واسمك واسم الحي المعبود مقرونين إلى طيت الشهر فيك نعد من الجود، نعود من جودك يا سيد البشر، ما جبت الله يرشق عود بيك الجود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة عاجي شفيها قصة
القيمة من خلال هذه المديحية. الآن إذن أيماني ساهي عن الرئيس عبد العزيز انداونا إذن حضورنا الكريم، نجدد التحية والترحيب بكم أيضا، وندعو فرقة تيندوف لأخذ مكانها هنا على خشبة هذه الأمسية، على خشبة مسرح الأمسية، ونرحب بها وبتواجدها معنا، كما نرحب بباقي الفرق الأخرى، فرقة كيدال وتنبكتو وكذا فرقة تيرس. إذن محيطنا الإقليمي يشارك معنا في هذه الأجواء الاحتفالية البهجة. قبل ذلك أترككم مع هذه الفقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذا المتكلم فنان الوحدة الوطنية رينقالو زيدان. السيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله. أفرح ليلة قطعدنا فيها ليلة عيد علينا أنت دي مباشرة معنا، وطالبين لك مع عند مولانا طول العمر وطلوع الدرجة وحشمة المحاصيل. وإلى الأمام أخمس منضات، ما هي منضة ثالثة، خمسة توا الأمانة موريتاني لك حال تجيني. أمانة أنت موريتاني جبرت فونداسيونها خاسر، وكيف أنك وقفت مزان وقالين هالبيبان وكونتاكات وبريزات والأحبال، وهذا ما يقدر حد يمشي عنه ما داروا تو الحالق بقى مزور فاسد ودفزر. الو 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 انا قلت هونش الو الو طلع انا قلت هونش على الوحده الوطنيه للناس اللي تمشي وتبيعنا، ما عندهم مؤسسه ولا عندها اداره لا يتوكلنا فيها لا تشربنا. قلت اعلن هون البيضاني ما يصيب عن السوداني والسوداني ما يصيب عن البيضاني، مد واحد ما تجاحد، كيف تركوري كيف ترفلاني، هذا انتاج انا زيدان. ابيا وعيني وكحالي ابيا وعيني وكحالي
البيضاني ما يصيب عن السوداني والسوداني ما يصيب عن البيضاني كيف الكون والفناني مد واحد ما تجاحد لا تشتونا لا تبيعونا لا عطسة مصرفينا البيضاني ما يصيب عن السوداني والسوداني ما يصيب عن البيضاني كيف الكوري والفلاني ربي يا المولى ايوه لعداي تسخو ايوه ربي يا المولى لعداي تسخو اللي منهم هو والربع عرفات دي البيضاني ايوه ما يصيب عن السوداني السوداني ما يصيب عن البيضاني فوق 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 موريتاني موريتاني انا بيضات احلى وحقيقيه بيضات كامله طالبين لك ما عندهم مولانا طول العمر والعاطش مولانا اذا نجدد الترحيب بكم حضورنا مشاهدينا في كل مكان ومستمعينا كذلك الان ارحب بالاديب محمد رحال من تندوف بمعيه العازف محفوظ عثمان لمشاركتهما في هذه الامسيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد عبد العزيز الحكومة الموريتانية الكريمة السادة الحضور الأعيان لكم منا كل الشكر والتحية واسمحوا لي أن أتنصل في هذه اللحظة من اللغة العربية ليتحدث بالحسانية لأنه هذا هو هدف هذا المهرجان وهو إثبات أن الثقافة الحسانية البيضانية ممتدة عبر عدة دول ومنها الجزائر التي أمثلها في هذه الليلة نختار بعد في البداية قاع نشكر الدولة الموريتانية المبادرة الزينة حتى اللي مشات ننجوها باش نكتسبوا فرصتين ثنتين الفرصة الأولى نعرفوا الموريتانيين الطيبين عن فم أخوتهم نفس ثقافتهم ونفس كلامهم ونفس نهجتهم في دول ثانية أشقاء لهم في الجزائر مولي الفرصة الثانية اللي نشكر حتى مولي عليها موريتان أتاحت لي فرصة بعدنا شخصيا أني راه ياسر النهلي كنت نبغي راه حمدت الله عليها فرصة الحمد لله نشكركم حتى على الاستقبال الزين والاستضافة الطيبة اللي خلاتنا بدل ما حسوا بأي غربة بالعكس حاسي عنهم بينهن نشكر مولي وزارة الثقافة حتى وما ننسى شكر خاص للسفارة الموريتانية في الجزائر إنهم خير ممثلين لكم العدل زين حتى
في النموذج الأول من مارت عنها الأصالة، من مارت عنها الأصالة زيارتها موريتاني ما لا هي بخير حال منا كامل هضان، من مارت عنها الأصالة زيارتها موريتاني ما لا هي بخير حال منا كامل بغاني. موريتاني هي الأجداد، هي بل الهول المجاد، هي بل التاريخ قداد، هي احنا فره سياني، سياني في الماضي ونزاد حاضرنا كونه متقاني سياني، والفقه الأوراد والمذهب سياني ماني. موريتاني موريتاني هي الأجداد، هي بل الهول المجاد، هي بل التاريخ قداد، هي احنا فره سياني، سياني في الماضي ونزاد حاضرنا كونه متقاني سياني، والفقه الأوراد والمذهب ماني. متغشمي في القال والجاد، مخبر في الشعر الحساني، القنيدية نعرفها زاد وقط الله حصد الرمقاني. هاي بعد إشارة عن بعد ذاك مولي كامل محروص لي. من مارت عنها الأصالة زيارتها موريتاني ما لا يبخل حالا منها كامل بغاني. موريتاني هي الأجداد، هي بل الهول الأمجاد، هي بل التاريخ أقداد، في احنا فره سياني، سياني في الماضي ونزاد حاضرنا كونه متقاني سياني، والفقه والأوراد والمذهب سياني ماني. متغشمي في القال الوجاء، مخبر في الشعر الحساني، القنيدية نعرفها زاد وقط الله حصد الرمقاني. ونبغي بعد نشير الفنانين علي نعرف عن الرمقاني فتيت الجانب البيضة ما في القنيدية لعل بقى. هذا الأهل الموريتان، شكرا. الهدف من المهرجان هو التعارف بين الشعوب والحرص عن ثقافتنا ثقافة واحدة. أنا جاي نمثل دولتي اللي نفتخر بها حتى هي الجزائر، وجاي نمثل تندوف. شكرا لدوف خيرت، شكرا حبت لك. يا رب ما غيرك معروف، يا رب ما غيرك معروف، إله ذي لا دمية راجع عندك اجعل تندوف بريدة تنزاع علي. تندوف جاء في ذلوان يجبر فيها بل الشبان العربان وبل البغان والناس المعلومة هي، ولا فن بريد الخوان والرفعة ماهي منسية وفيها الناس على كل أشكال، ما قط نادم فيهم قال شي خاسر ولا ذيك الحال، تمت لهم نسبقية لشي صالح ولا مازال شي صالح فيهم دخلية. وإذا عدت المارة تنبش في التاريخ أرعالك ذا المشهورة خصال وكثرة تش تحسب ما هي لك محصية، محمد سيدي بالله مشهور القصب الهوغانية ورط عاقب ذا الكامل فات، يبقى تفقاد الانهارات خاض وتبقى ملي ثبات، تندوف ولاي مغبية واللي يبقى ملي في الحياة تبقى تندوف التحية. الرب ما غيرك معروف، إذا هذه لا دمية راجع عندك اجعل تندوف ولاد التنزاع علي. النموذج اللي ورا ذاك نحن وكل المسلمين مفتخرين ومحتفلين حتى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادات تندوف القديمة من تنيقي جاي له عن المدح دائما فيها ليت المولد النبوي من طلوع اشهر المولد، ولا قط غيبنا عنه ما هو ذي النوبة بين اللي جيناكم. عدت نقول ما بقاها فيا يا عقلي، ما بقاها فيا يا عقلي، عودانك مانك في جماعة صهرنا تمدح لك اللي نرجالك به الشفاعة. ما بقاها فيا يا عقلي، عودانك مانك في جماعة صهرنا تمدح لك اللي نرجالك به الشفاعة. وانا سابق ذا ما نحصر عن مدح ليلة هالشهر المولود لين 12 ليلة ذي اتباع، والليلة مولانا قدر البعد ولا استطاعة، من مدح نجبر ذا تصبر بها اخلاق اللي مرتاعة. والباقي فيدي عدت نقول يا عقلي نعرف عن ساعة جات عليك في مدح الرسول راهي لك ما يضيع. اخر نموذج بياض شوي بياض الفقرة الأخيرة هي ذكر الأوطان، نحيوا بها موريتان كاملة، ونحيوا شعب موريتان الحبيب حتى ويعلمها الله إلا حبيب، ونحيوا السلطة الموريتانية نشكركم حتى إذا عدتوا معانا من شي زين وقار فينا حتى. يقول تفقاد أوطاني، تفقاد أوطاني عاد كل وقيت يجيني ما يقل فيا وأخلاقي ما تمل من تفقادي الأوطاني. تفقاد أوطاني
عاد كل وقيت يجيني ما يقل فيا واخلاقي ما تمل من تفقادي لوطاني متفقد ظهري من سبل فوطاني هاني ماني متعلل من شي كان عل ماني متعلل هاني منزل لو كانت تنزل يبغيها اللي بغاني من اليوم الله راد ذا اللي راد وكواني هذا انا هون اليوم زاد زايد فيا غيواني تفقاد لوطاني. في الاخير تحية كبيرة مني لكم وشاكركم. أنا محمد رحال رئيس قسم الإخراج الإذاعة الجزائرية ضيفكم الكريم معايا الأخ محفوظ العثمان عازف. شكرا لكم جميعا وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخينا الشاعر من تندوف. الآن أدعو فرقة التنوع الثقافي إلى أخذ مواقعها هنا كما أدعو فرقة تيرس للاستعداد لهذه لمشاركتها في هذه السهرة. وفي انتظار كل ذلك أدعو باسمكم جميعا خنساء موريتانيا الشاعرة خديجة با للمشاركة في هذه الأمسية بشيء من القريض. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، السادة الوزراء، السادة الدبلوماسيين، ساكنة مدينة ودان الجميلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما ينقص من معناك قبال مقال، لا ينقص مقال من مزاك والأقوال، ما تحصي ذاك الطاك الله من البطل وذاك المنوال يا رسول الله. وذا معناه القرب لا جبوهام وبحلام وبخلاه وبذراه، عصمك لله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخسئت أعداءه. ويشرفني بهذه الليلة أن أرحب برئيس الجمهورية نيابة عن جميع نساء موريتانيا، ونشكر له ما حصلت عليه المرأة الموريتانية من مكاسب وتمييز إيجابي من حق في المعاش ومن تجريم العنف ضد المرأة، ونطالب بالمزيد. سيد الرئيس أرحب بكم في مدينة ودان، مرحبا بك، مرحبا بك لا تنقال كبيرة يا الرئيس شقال وفودان وبل التعداد، يا الرئيس الناس التنقاس. مرحبا بك لا تنقال كبيرة يا الرئيس شقال وفودان وبل التعداد، يا الرئيس الناس التنقاس. يا قير وياك على الشدال انت مرحبتك ما تنقاس، بتمرحي بالناس في الأقوال يا الزعيم القائد يا الساس، وعيات تعود بلا مدلول. مرحبا فرض التمش ناس متحدة في الفعل وفي القول ومختلفة باختلاف الناس. مرحبا جانا عزيز وبان، جانا عزيز وبان مزاه بجدية، والميت قبله كان من نحن ودية. من يوم اللي جانا، من يوم اللي جانا بالمعروف بنانا وجبرنا مكانة مكانة معطية، زادلنا وحمانا من فساد الحي. وفينا لقر الخير، فينا لقر الخير تتواسى فيها خير، هو فعله الكبير قر وحقيقية، ونكر الجميل يجير منه لدمية. وجانا عزيز وبان مزاه بجدية، والميت قبله كان من نحن ودية. وموريتانا راعيه دعم عزيز علي، وله له يرخي عاطيه الحرية، متقوة تبيه وبيه جابر مصداقية. وجانا عزيز وبان مزاه بجدية، والميت قبله كان من نحن ودية. بالخير بالخير الله بشروا يا القوم، بالخير الله بشروا يا القوم، تراث بلدنا ما تعطيه ليد الليد، وله محكوم بليد ولا مفرط فيه. تنوع ثقافة كيان موريتان راعي هبان مشجع، طاع
قال اصلوا العنان ذا النظام وقز راعي ذا النظام اللي موريتان تبشر بيه وتفخر بمجيه بالخير. توحدنا توحدنا ثقافتنا بيضان وولف وثقتنا كبيرة حق وحدتنا وبولار وصنون كسكي بيه الشعب الرافع درجتنا بالوحدة متحاكم بيدي بالخير اللي أبشروا يلقون تراث بلدنا ما تعطيه ليد الليد وهو محكوم بليد ولا مفرط فيه. تنوع ثقافتنا الشاد تنوع ثقافتنا الشاد بالتمجاد وخاوى العباد في البلاد وعمر البلاد به اللي تنوع وجيه ومصدر قوتنا زاد هو زاد التنمى به دولتنا ينمى الاقتصاد التراث التركو فينا الاجداد واللي ظاهر بدي وفودان وفودان ولا تشاك وتشيك وشنقيط عليه الخير بالخير اللي بشر ويرقون تراث بلدنا ما تعطيه ليد الليد وهو محكوم بليد ولا مفرط فيه. يقولوا عن السيد الرئيس محمد العبد العزيز ارفع رؤوسنا عن ترى أسول القمة العربية ارفع رؤوسنا سابق ذاك عن طرد للكهيان الصهيوني من صبحة من دزة قوات صهيون في غزة معاد جبان وقزة الأبطال لما يخلعها وارفع رؤوسنا عن ترى أسول الوحدة الإفريقية قايد من قايد ثامر كيس راعي مسؤولية بعودان ورئيس الأمة الإفريقية قايدنا قايد قام صالح للهم العام ورعي الأمة الإتمام الإفريقية هي وبقيادتهما متعود القنية قايد مارض بفعال الرفعة والنضال وساعي في السلم قبال وبانت بتحمجية يوم مجيه الكيدال بعزم جدية وذاكو كيف الأبطال اللي حقيقية. والسلام عليكم ورحمة الله. ونشكر وزارة الثقافة على رد لفتة كريمة للثقافة والمثقفين والسلام عليكم ورحمة الله. ونحن أيضا نشكر خنساء موريتانيا خديجة باه على هذه المقطوعات الشعرية. الآن فرقة التنوع الثقافي هنا على الخشبة أدعو باسمكم جميعا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفنان محمد الشغالي لأداء هذه المديحية من كلمات المرحوم يبا المختار والشغالي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذاك محمد يبا المختار والشغالي ومرحب بالسيد الرئيس والناس كاملة جاتوا والمسلمين كاملين إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. محبة رسول الله ما عليها خلاف. احنا هذول المسلمين كاملين اينما كانوا اينما كانوا في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي تطبيق الشريعة المحمدية بحد كامل الطاولة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولله نقول قايل وادي يبا المختار والشغالي ومداح الرسول عليه الصلاة والسلام قال في التاريخ وجود الموجود يوم 12 شهر المولود نهار كبير ويوم وجود في الدنيا محمد محمود يوم النور اللي بانوا عم للناس وخص ودام وتم يوم الرحامة والنعم في المولود ونهار المولود يوم زاد الكفر منين وحطم وخلق فيه الفشل واللوم بالتاريخ وجود الموجود يوم 12 شهر المولود نهار كبير ويوم وجود في الدنيا محمد محمود لا النظم بالحسبة قد الآن بس محمد من جد الجد 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 ما يتعدى حد الحدود هاي والعبد الله والعبد المطلب والعبد المناف مصي حكيم ومراته وكعب ولوعد الأسد غار الفار المالك مولود نظر كنانة ولد خزامته اللي ولد مدركته الياس سعد ودار المزار الأسود العشرين قلقها معك وعدنا وفعل المقصود اللي قال انه بعد أحمد حامدا لله المحمود سابق نمدح يا نمشهد بسم الله وعبد معنى
ما لازم انه يكون الحمد المحمد مرسول لنا من عند الواحد والاحد. جاء من الفرد، جاء من السنه، جاء من خبر كل في البلد من نهينا والامرنا، جاء القران المخلد بلسان فصيحنا. خيكم والله عنده 200 ناس، ارفدوا ايديكم شوي، عنده 200 ناس معرفين، الله يطول اعماركم، عنده 200 ناس معرفين مصدوره من كتبنا، من محمد واحمد وحامد محمود صلى الله عليه عدد الانس والجنه. والوصول اللي مؤكد هو قاعد طريق لنا، واللي من نهاية ما شدني الا ما هو منا، 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 لا ذاك من الفريق المرتد. اعوذ بالله عنه في السعير اللي قرد، احنا وهنا في الجنه، والمؤمنين اللي تعبد، والمسلمين اهل السنه هلا كامل مرجي من عد الخلقنا يعطيهن بالحالة اللي طبيعي العد العشرة المجد والجنة لما بكري وعمر وعثمان وعالي وطلحته والزبير وعبد الرحمن وسعيد بن زيد وسعد بن وقاص أما عبيدة يا قد العشرة رجعت وحسبتنا. وهي البشرية خلقها منانة يا غير ما سواها خارقة 124,000 مولانا عدى الانبياء كامله فضلها مولانا خارقه 313 وال 14 خاصه بالرساله خارقه 25 وجمع معرفتها للمسلمين خارقه 5 هي اول عزم للرسله الاول منها محمد الاول منها محمد الاول منها محمد الاول منها محمد وابراهيم في الجلسه وعيسى وموسى ونوح الله الخمسه وتو البشر خلقوا مولانا ما سواه اللي سكت اللي كلم اللي حزن اللي دمى اللي عوش اللي سكت واللي ضعف واللي غوى اللي حلل اللي حرم واللي مر اللي حلل اللي طه قص المحاضر واللي الله الله الله. شكرا 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 جزيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الآن أدعو الفنانة المعروفة أيضا بمدائحها للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبنهجة شوعير في هذا المجال الفنانة فاطمة متسيب. فخامة الرئيس والوفد هاي مداحة الرسول فاطمة بنت السيد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يا واو الوداع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا والمتنهت والمتندم لو جاء والرسل الاخرين
دارت فيها من ما تسلم. قالوا خوزوا قالوا خوزوا قالوا خوزوا يا المذنبين انفاس الخلق عليها الضم وقت جا خاتم لمبيين وجهه مبسوط خيكم وجهه مبسوط ومتبسم قالوا امتي انا قاع منين جاتو موجوجه كيف قلم قالوا امتي انا قاع منين قالوا امتي انا قاع منين جاتو موجوجه كيف قلم فشافنا مال ولا جنين وكان منهم يا العوام مسؤولية من الخصمات أنا كل جنة أقدم مسؤولية من الخصمات بسر من حولات ونقسم صلى الله على النبي نبي ما عندي صلى الله على الباقي ما دريك السخية سراج الله وقروني أعز الخلق علي اللعات النقدي سقمنا بستانية لحقنا في وقت كبير بهذا معادية جانا للفنانة فاطمة بنت السيد. الآن أدعو باسمكم جميعا هذه الفرقة البولارية لأداء دورها، وبعد ذلك ستستمعون إلى مشاركة ضيوفنا في هذا الحفل مباشرة إن شاء الله. إذن جينبا تتفضل بسرعة. إذن في انتظار ذلك نجدد الترحيب برئيس الجمهورية، وأيضا نجدد الترحيب بكم جميعا في هذه الأمسية الافتتاحية لمهرجان المدن التاريخية في مدينة وادان، والذي يأتيكم الآن في نسخته السادسة من هنا من هذه العاصمة التاريخية.
إذن أدعو فرقتي كيدال وتنبكتو للاستعداد. Yes. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أيها المسلمين والمسلمات. من شلمني روبة وربة من شلمني مرهنا بهونا مرهنا بهم شلمني دم من شلمني من جوري بكت من دوي ما أمي متى أمين يا غو الله تن لين متني موري بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا فتني أقو نبي بوري كلا فتني أقو رسول بوري نقول الله وادن يبدأ محمد رسول الله جوانينو ننجي رمضة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله محمد خاتم النبيين يا رسول الله محمد Amara pito mam jamaji bine
يدو جبرائيل آمدان 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 داني بندومان آمدان موني ده دلانا الله موني ده رسوله آمدان سنة ونانا سيدي رسول الله على فالفادر نكنا موني ده نبي آمدان هذه تحية من جينبا أو رئيس الجمهورية عفوا. هذا هو معنى كلمة رئيس الجمهورية بالبولارية ماودو ليدي. إذن تحية لماودو ليدي من زينبا جاه المعروفة بمدائحها النبوية وهي متخصصة في هذا المجال من الأدب. الآن سيداتي سادتي فرقة فرقة كيدال تأخذ مكانها أمامكم في هذه الأمسية. وطبعا يأتي حضور فرقة كيدال وأخواتها من محيطنا الإقليمي تأكيدا لنجاح هذا المهرجان وتجاوزه حدود الوطن إلى الخارطة المحيطة بنا من الدول الشقيقة والصديقة. إذن إلى فرقة كيدال. Test. إذن في انتظار
أن يجهز الإخوة من كيدال. أدعو باسمكم جميعا محمد سالم ولمي للإدلاء بهذه المشاركة الوجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة رئيس الجمهورية، أيها الجمهور الكريم، نحن في وزارة الزراعة عن طريق مشروع التنمية المستديمة للواحات لم ندخر جهد في سبيل تنمية وتطوير الواحات في موريتانيا. ومن بين الأساليب التي نتخذها هذا الأسلوب الأدبي الذي سميته باسم التنمية، الأدب في مصلحة التنمية. حد يدور تنقى النظيف ما يبقى في الحفرة، وخفيف في قيام وما يقلع على خريف، تناق الله هي قرسهم يقلعهم في الصيف، تخليف للرياح على يجرحهم بالمدرو، وتنقى الخفيف ما هو معلوم ويطرحهم طرحة ما ينفتحوا، كيف تروح تنقى تسولهم باهي تقرس ما نقى الراس. فممور عليها الأساس اللي كامل والبط مقياس، تحفر من سابق تجهرهم بعد الحفر فيها تنفاس، دخلهم ملبط صيفتهم نوع قرسك بتدير اجناس، شاعف الناس بجودتهم مسابق ما ميه وكساو بالعراش ذنيهم، مسابق ما ميه وكساو بالعراش ذنيهم يدلاو، واحضنهم بالقبة متى والقبر لا ترصقهم، لا تذنيهم ثانية يبقاو يلقوا منها وحزمهم بالزعفة بجريدة يهناهم وخوف الريح تجيحهم، هذا كامل قبل تواسيه العراش اللي فيها لبقهم، لكن فيهم بيدك خليه متواسع هاي تنفعهم في الكبر وفي اللون، ويبيه نشحف خلهم سولهم خبر النخلة كانوا باديك في مسائل ما تعرفهم. أيوة. لما ماسين إلى عام بشروطه تحتاج التمام الأول منها هو تشرام، ولاين حد يفرقهم فوق بريده في ظل الأيام، بدفاها سابق يحضنون في بلد هاني منهم مقام، قبار عود يخسرهم خبر النخلة كانوا باديك في مسائل ما تعرفهم، خرص الدليل أحسن فيك ملاهبان. أيوة. مصفهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. الآن إلى فرقة كيدال. تتزغام شتم اول تتزغام شتم اول تتزنان
نام تلك الأنوسة كي يظلم الساس شكر. الآن أدعو فرقة تمبكتو لاعتلاء المسرح. إذن في انتظاري أن تأخذ فرقة تيمبكتو مكانها أدعو الشاعر محمد لمن والصيام لتقديم هذا النص الشعري القصير. قرب من الميكرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم على فخامة رئيس الجمهورية وعلى الوفد المرافق وعلى إضاءة السلك الدبلوماسي وعلى جميع الحاضرين كاملين، وطالب منهم الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشارك قصيدة من شعر الحساني. مدينة ودانه ميدان من علو لا يتهنى، قديم يا معنى ودان، واحد علم واحد نخي، تشهد زاد بذاك الجيران والتاريخ وجيل قبر جيل، مارتها الرئيس بان ردنا في الحق الجميل. شوفوا هذا من مهرجان كل سنة فيه هذا دليل، والجوائز الكبار قران، هذا تنبيه على تفضيل.
خساس خاص. الو مدينة ودان ميدان العلم لا يتفنى قديم يا معنى ودان واحد علم واحد نقي تشذذ بذاك الجيران تشذذ بذاك الجيران والتاريخ وجيرك برجي مارت هذا الرئيس باه رد لنا في الحق الجميع. شوفوا هذا من مهرجان كل سنة فيها يا دليل والجوائز القراء القراء والجوائز الكبار قران هذا تنبيه الى تفضيل ودان وداه ناقص زاد بن ثاني فينا جميع الرئيس اللي جانا كان موريتاني قبل ثقيل بالفساد مع الاحتقار والعيوب اللي قد فيه الملاني قاعد كصل الكلام ذاك اليوم طويل ومذكر بالتزام وهام وانت بالتزامك يا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا شكرا جزيلا للشاعر محمد امين للصيام. الان الى فرقه تمبكتو. طبعا نجدد الترحيب بكم في هذه السهرة الافتتاحية للنسخة السادسة من مهرجان المدن التاريخية بمدينة ودان التي تصلكم مباشرة عبر قناتي الموريتانية الأولى والثانية وكذا عبر أثير إذاعة موريتانيا. إلى فرقة تمبكتو. جزيلا لفرقة تمبكتو. بالفعل الله تعمر موريتان وترفع درجة والشان. والآن نتحول إلى ضيفنا الأخير من ضيوف مهرجان وادان على وزن موريتان وهو فرقة تيرس. طبعا نذكر بأن هذه الفرق توافدت إلى موريتانيا
تأكيدا للنجاح الباهر الذي حققه هذا المهرجان إقليميا بعد أن نجح وطنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الرئيس، السادة الوزراء، جمهور الكريم، حضورنا هون هو السلام عليكم واللقاء بكم من شوقنا بكم. وعلى كل حال ما يحتاج حد يقول لنا مرحبا، لأن ما أنا حاسين بالغربة ولا أنا حاسين على أن خاطرين عليكم. إحنا ما أنا خطار، إحنا في بلدنا وهذا أهلنا وهذا أحبابنا. وما اخترت يقول عن اللي حضر ما صاب يسكت، ما اخترت نحضر في هذه المناسبة، ما حتى أنا دريت بدلوي في الشعر الحساني. أرجو أن يكون هذا على كل حال الشعر في مستوى المهرجان، مهرجان عظيم وأهل عظماء وكرماء. يقول هنا: نحن والموريتانيين يجمعنا عهد متين عبار، عهد التاريخ وعهد الدين وعهد الثقافة والجوار، وعهد الدم ولهجة حسان يجمعنا، والكرم والأحسان يجمعنا، والباس البيضان يجمعنا، وأحسان الخطار تجمعنا، وركوب مليان وتايع لضبطي وجار لتازن تذلت كيسان، وجماعة تعاطى الأخبار ما فيها علو خر عجلان حد، ما فيها علو خر عجلان حد. ويجمعنا الاعتبار للإنسان وحق الإنسان، والهبط عن عاره للعار، واللين والكياسة فتان الكياسة، وتحوش الأشرار وقسانة فوجاه العدوان في محاربة الاستعمار يجمعنا، والعزم والإيمان والتبسام في بل التكشار. هذا ما قلته عنه كان مخفي، والله فوق غبار، والله ملبس بالجحدان، والله يحتاج إلى تشهار. مان الله ومرشخ قولان عنا، نحيا ونموت أحرار، نحن والموريتانيين يجمعنا عهد متين عبار، عهد التاريخ وعهد الدين وعهد الثقافة والجوار. وما تنشاف علي لجيت، ما تنشاف علي لجيت، ما تنشاف علي لجيت، لأخوتي موريتان وريت، لأخوت والأحباب وقريت عيني من جمال أسرار حضارة الإسلاف، وحييت بالديار العلم والعمار، هذه دار فلان وزاوية الشيخ فلان، وذوك ديار أهل فلان، وذي دار نحيط القرآن فروس الصغار من ولات ما في التشيط، ودان وشنقيطي وطار وجفت جساديت الأبرار التقات من درار العلم الصافي، تبليت القراية وعلام الشعار، وكان بيكم من هك عنيت زايركم يقرت الأبصار، من شعب الصحراء ما ضليت الذي حالت شي ينظار. نحن والموريتانيين يجمعنا عهد متين عبار، عهد التاريخ وعهد الدين وعهد الثقافة والجواء. ما ينعد اللي يجمعنا من قد الخطوة والمعنى، ما ينعد اللي يجمعنا من قد الخطوة والمعنى، والعادات وزين اسمعنا، والبعد من أفعال الظنار، واللي بيه قبيل اسمعنا، واللي بيه قبيل رفعنا، والملك الحي القهار من نعمة الإسلام المعنى بيه، وحقنا لافتخار أهل الحق لا جمعنا، وأهل المعروف وقصها روائنا من منبعنا في المعروف شهود وحضار. راعي ذوك احنا قيعنا، راعي ذوك احنا قيعنا بالخوة والحق في مدار الفارقة، وتربعنا فيه في عينين الناس كبار، تربعنا فيه في عينين الناس كبار، صدق المواقف شيعنا، واستقبال الحق استدبار للباطل، ذاك من انفعنا كافينا، وداب الحوار نحن والموريتانيين
يجمعنا عهد متين عبار عهد التاريخ وعهد الدين وعهد الثقافة والجوار. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا. موريتانا اخوتي واحباب موريتانا
ايوه في البداية بعد نقول يا الشعب لصمعك مرفوع، لا تدير الوحدة في نزاع، لا ترضي بيها مفقوع ولا تسيفط بها طماع. ايوه تراثنا زين ودرجة ومنشور صدينا قناتنا فيه الخوة والدين فيه مقانينا. شكرا جزيلا لضيوفنا من تيرس. طبعا إخوتي أخواتي، نظرا لحجم مشاغل رئيس الجمهورية وبرنامجه المشحون، فإننا نقدم له جزيل الشكر على حضوره السهرة إلى هذا الوقت، ونأذن لسيادته بالانسحاب على أن تتواصل إن شاء الله سهرتنا، فقرات سهرتنا بعد وداعه، والتمنيات له بليلة سعيدة. طبعا في هذه اللحظات يغادر رئيس الجمهورية، ونحن سنواصل إن شاء الله فقرات هذه السهرة التي تأتيكم مباشرة من هنا من مدينة وادان التاريخية، والفقرة الموالية إن شاء الله ستأتيكم بمشيئة الله بعد لحظات.